بالبداية يعني ظهرت تشرين في الانتخابات الأخيرة بانتخابات 21 عن طريق الدوائر المتعددة. يعني الأحزاب التشرينية لم يعني الشعب العراقي كان ينتخب المدنيين، ولكن الأحزاب التشرينية ظهرت من تغير النظام الانتخابي. الإطار التنسيقي ربح المعركة بشيطنة التيار القضي وجعل من هذا الانسحاب الى انتصار، لانه بانسحاب التيار الصدري استطاع الاطار من صياغه نظام انتخابي كالسابق بالدورات السابقه، نظام تنسيق ونظام صعب، وبالتالي هذا النظام يصعب على الاحزاب التشرينيه بجلب مرشحين. هنا صعوبه، يعني اكو احزاب تشرينيه كثيره دخلت بهذه الانتخابات مجالس المحافظات، تفاجئوا انه القائمه بها ضعف العدد، وبالتالي ارتفع سقف جلب المرشح داخل القائمه المستقله. يعني انا اقارن مثلا كمرشح مستقل اريد اصعد في عضو مجلس محافظه، اشوف قائمه تشرينيه مدنيه ما لا تعطي الاموال للدعايه الانتخابيه، فيها فقط 10 مرشحين، وبين قائمه ممتلئه بالعدد. يعني مثلا بالبصره المفروض القائمه فيها 44 مرشح، القوائم التشرينيه لحد الان ما ممتلئه العدد بالمرشحين، والانسحابات متتاليه بسبب الضعف والعجز المالي. اما الاحزاب التقليديه الموجوده وصل المرشح الى 100 مليون، يعني اللي يدخل بقائمه للاحزاب التقليديه يدخل ينطون الدعايه الانتخابيه، اضافه الى الامتيازات الماليه والمناصب بعد الفوز هذه الاحزاب التقليديه، وبالتالي ذهاب جميع المرشحين الى الاطار التنسيقي، اضافه الى تعدد الاحزاب التقليديه. يعني الاستراتيجيه الاطار التنسيقي الدخول باكثر من قائمه، وهذه صحيحه، وهذا مو تشظي، يعني مثل ما ذكرت في تقريرك هو مو تشظي، هي هاي نظام الانتخاب سانتياغو تدخل باكثر من قائمه، وبالتالي انت تحصل على ال 1.7 لانه تدخل معادله رياضيه. نعم. اذا قائمه بها 44 مرشح لو كل مرشح يجيب له 1000 انت تاخذ هذا المقعد، وبالتالي مثلا دوله القانون انا سمعت داخله باكثر من 5 قوائم، يعني هذه كل قائمه راح 100% راح تحصل على مقعد، وهذا المقعد وين يروح؟ مشترين عن طريق المراقبين الانتخابيين. تعرفين الكيان السياسي له حق 5000 مراقب، والمنظمات المجتمع المدني التابعه لهم لها 5000، فيشترون للصقر اللي داخل التنظيم، مو نعم. للمستقلين اللي يدخلون بالاطار التنسيقي داخل احزاب الاطار التنسيقي. طيب استاذ عمار، يعني بكل تاكيد ساعود